كل احتفال لحارس الأرض المقدسة والاحتفال بعيد القديسة كاترينا شكلت البداية للفترة الأكثر انتظارا في العام. قال الأب بيتسابالا أن الحجاج يجب أن يرجعوا، فحتى خلال الأزمة في غزة لم يتعرضوا للخطر. يؤكد ذلك الحجاج الذين قدموا لزيارة الأماكن المقدسة أن نكون أدوات لتحقيق مخطط الله لهذه الأرض التي شاء أن يتجسد ابنه فيها. خلال الاستقبال الرسمي بصفته قاصدا رسوليا وسفيرا بابويا، عملنا على جمع أولى الكلمات التي ألقاها مونسنيور جوزيبي لازاروتو. دور الأجيال الشابة وثقافتهم وأمور أخرى تقع على سلم أولويات فيرا بابون رئيسة بلدية بيت لحم الجديدة. فلأول مرة ينتخب سكان هذه المدينة الفلسطينية امرأة لتتولى إدارة شؤونهم. تعيش راهباتنا في غزة هذه الأوقات بإيمان عميق يملأهن الفرح، لأنهن يشعرن بأنهن أقرب إلى الله. الأم براكسيد والعمل الدؤوب لراهبات الوردية في القطاع. نقل مباشر للقداس الإلهي صباح كل يوم من كنيسة مغارة الحليب. يتجدد الموعد هذا العام أيضا خلال زمن المجيء لننقل بيت لحم إلى بيوت الجميع.